للوقوف إذن مشاهدينا الكرام أكثر على أوضاع النازحين والمهجرين في قضاء سنجار وسط الوعود بإعادة الأعمار وكذلك عودة النازحين التي أطلقها رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني، معنا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي مظفر الخميسي. مرحبا بكم أستاذ مظفر. مرحبا، مساء الخير، كل عام وانتم بخير، جمهور كريم، ألف خير. أهلا وسهلا، رمضان مبارك أستاذ مظفر. وعود السوداني طبعا بإعادة الأعمار تارة وكذلك بإعادة النازحين إلى قضاء سنجار تارة أخرى، كيف ترى هذه الوعود وواقعها أيضا على الأرض في هذا القضاء؟ بصراحة هي تشبه كل وعود السوداني ومن قبل كل حكومات الاحتلال، وعود هلامية لا تطبق على الأرض. السوداني واعد أنه راح يلم السلاح المنفلت بالدولة، السوداني واعد بتعيين الشباب، السوداني واعد بحل مشكلة قضاء سنجار، وعود كثيرة لكن لا وجود لها على أرض الواقع، مجرد تهويل إعلامي وما الحكومة ما تقدر تنفذه. مجرد يعني العفو، عفوا، يعني كل اللي سوته حكومة السوداني مجسرات اثنين فتحتهم، اتضح ان اساساتهم كانت موجودة من عهد الرئيس صدام حسين، وواحد بيهم المجسر انفتحت التسليحة في يوم الثاني من افتتاحها، هذا اللي تنفذ على ارض الواقع للعراقيين. بخصوص قضاء سنجار، هل واقع القضاء الحالي كما تعلمون من سيطرة للميليشيات، كذلك أيضا ما يحدث من وجود لحزب العمال الكردستاني أيضا وما يمثل ذلك من مشكلات في هذا القضاء، هل كل ذلك يسمح بتنفيذ هذه الوعود التي أطلقها السوداني؟ الواقع يقول شيء ثاني. الواقع في قضاء سنجار يقول أنه لا سلطة لا حكومة موجودة في قضاء سنجار، كل اللي صار وتنفذ بعد اتفاق سنجار، قوة من وزارة الداخلية انتشرت بالشوارع وانتشرت بالمنطقة، أزالوا تمثال لأحد قادة حزب العمال الكردستاني من وسط المدينة وبهرجة إعلامية وانتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي. يوم الثاني بالضبط 24 ساعة مرت، جاءوا مقاتلين الحزب رجعوا التمثال، تحدوا السلطة وتحدوا تحدوا أفراد وزارة الداخلية من إزالة التمثال. كل اللي صار لا شيء آخر. يعني قرابة 4 سنوات سنظفر مرت على توقيع اتفاق سنجار الشهير بين حكومة بغداد وأربيل، ولكن من دون تنفيذ هذه البنود. ما المعوقات برأيك التي تمنع تنفيذ هذه البنود؟ اعتقد اني هناك شبه اتفاق بين حكومه بغداد وحكومه اربيل على عدم حل هذه المشكله. حكومه بغداد مرتاحه لهذا الشيء او غير قادره على 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 عمل شيء. هنا وكالات الانباء والمراسلين وغيرهم يتحدثون عن سحب القوات العراقيه من منطقه الحدود العراقيه، البارحه اكدها مراسل احدى القنوات الفضائيه، لا وجود للحكومه على الحدود التركيه العراقيه، انسحبت الحكومه، لا وجود لاشخاص وزاره الداخليه هناك. من جانب اخر حكومه كردستان مرتاحه لهذا الوضع. مسرور بارزاني لما راح على واشنطن بدل ان يفتح هذا الموضوع ويحاول يحل هذه المساله راح زار المجرم بوش يتشكر من عنده على التحرير، وها نحن نرى تحرير العراق وهم حالهم بعد تحرير العراق وين وصل. يعني بعض المراقبين يقولون أنه الخطوات التي على السوداني أن ينفذها في إعادة أعمار سنجار وكذلك إعادة النازحين إلى هذا القضاء، لماذا لا يعمل برأيك؟ هل يستطيع السوداني أن يعمل على إزاحة العوائق لتنفيذ هذه المتطلبات ومن أبرزها كما تعلم تحجيم نفوذ الميليشيات هناك؟ السوداني لا يستطيع عمل هذا الشيء. السوداني مسيطر عليه من قبل الميليشيات. الميليشيات قادة هذه الميليشيات يذكروه كل يوم بأنه هو مجرد موظف
بلديه وعليه تنفيذ الاوامر. بالعكس، حكومه السوداني وحكومات السابقه، حكومه الكاظمي، حكومه عادل عبد المهدي وغيرها، متهمين بانهم يصرفون رواتب الى مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وهم متواطئين بهذا الشيء. السوداني ما يقدر يقف بوجه الميليشيات. نعم، أقول لك أيضا تصريح النائب محمى خليل ذكر أنه العقبة البارزة والأبرز في مشكلة سنجار هي وجود حزب العمال الكردستاني. إلى أي مدى ترى أن الدعم الإيراني عموما لميليشيا الحشد وأيضا كذلك لميليشيا حزب العمال الكردستاني، هذه المسيطرة على قضاء سنجار، هي التي تمثل فعلا العقبة الرئيسة وراء تعطيل تنفيذ هذا الاتفاق، اتفاق سنجار؟ أستاذ الكريم، هنا يعني في هولندا أكثر الآراء تتفق أنه إيران التي تستفيد من هذا الوضع المربك بالعراق، بين كردستان وبين بغداد، بين حكومة المركز وبغداد. ومن جانب آخر إيران تضغط وتبتز تركيا بالنسبة إلى منطقة المشتركة بينهم اللي تعيش فيها الجالية الأذرية. الجالية الأذرية تميل إلى تركيا، وهنالك صراع بين أرمينيا وأذربيجان. إيران كما هو معروف تقف إلى جانب أرمينيا ضد أذربيجان وتركيا. كل هذه الأمور إيران تضغط من الجهة الثانية في منطقة في العراق على تركيا من أجل إبقاء هذا الوضع وإبقاء حزب العمال كردستاني فعال في منطقة شمال العراق. يعني كما تفضلت الموضوع شائك حتى إقليميا بين العراق وإيران وتركيا، كلها مسائل عالقة. أيضا في موضوع ملف النازحين أستاذ مظفر، موضوع مهم، كيف سيؤثر أو ستؤثر كل هذه المشكلات في أوضاع النازحين، وهو موضوع أيضا ملف مهم كما تعلم، هناك معاناة كبيرة لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم في قضاء سنجار، كيف تصف هذه المعاناة وما مآلات هذه المعاناة على الوضع الأمني عموما في العراق؟ للأسف يعني معاناتهم، يعني معاناة هؤلاء الناس المساكين نفس معاناة النازحين الآخرين اللي من مناطق أخرى بالعراق، اللي الحكومة ما مهتمت لهم. الحكومة مهتمة أنه تستورد أبقار وغنم من أجل توفير اللحوم في شهر رمضان، هذا واجبها الرئيسي الحكومة. البارحة بالضبط البارحة كان هناك تقرير عن معاناة بالأصل سكان المنطقة نفسها. سكان هذه المنطقة يعانون من تواجد القوات التركية على قمم الجبال المحيطة بالمنطقة، وتواجد أفراد حزب العمال الكردستاني على سفوح هذه الجبال. المناوشات العسكرية بيناتهم، يعني اللي صاير نصهم الناس البسطاء، رعاة الأغنام، الفلاحين لا يستطيعون الخروج إلى رزقهم، يعني يصابون بالبوابل النيران بين الطرفين. معاناة مشتركة بين الناس المهجرة والناس اللي تعيش تحت هذا الظلم. نعم، من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.